اهلا بيكم يا اصحابي في رحلتنا السعيده وحكايه جديده من حكايات ماما سماح. وحكايتنا النهارده عن علي وصديقه الذكي. يا ترى مين صديق علي الذكي؟ صديق علي الذكي هو اللي هيتكلم ويحكي لنا عن نفسه ويقول انا تعبت، انا فعلا تعبت من علي، انا ما اقدرش اقعد مع علي طول الوقت ده ماسكني في ايديه، طول الوقت ده مش بيسيبني ابدا، طول الوقت موسيقى عاليه والعاب خطره، وفي اي مكان يسيبني وينساني وافضل قاعد قلقان لحد ما يلاقيني تاني. لازم الاقي حل، والحل الوحيد هو اني اهرب واسيب علي. يا ترى مين صديق علي الذكي اللي بيقول الكلام ده؟ مين؟ موبايل. فعلا اللي قال الكلام ده هو الموبايل، الموبايل اللي علي طول الوقت ماسكه في ايديه مش بيسيبه ابدا، في كل مكان واخده معاه. علي نام والموبايل قال دي فرصتي اني اسيب علي واهرب وادور على مكان استخبى فيه. بس استخبى فين؟ على مكتب علي؟ يا خبر، ده مكتب علي مش مرتب خالص، ورق الحلويات في وسط الكراسات والكتب والأقلام، مش معقول كده، أنا لو قعدت هنا هتخنق، مش ممكن. لا لا لا، مكتب علي ما ينفعش. عرفش بقى المكتب عندكم زي مكتب علي ولا مرتب والمدارس يعني بدأت وإحنا لازم نهتم بأدواتنا وننسقها كويس عشان حتى لما نيجي ندور على حاجة بسرعة نلاقيها، مش كده ولا إيه؟ صح. طب بلاش المكتب، أنا استخبى في الدولاب. الدولاب؟ يا خبر على الدولاب، ده الهدوم كلها فوق بعضها، مفيش حاجة خالص مرتبة في الدولاب. علي بيقلع الهدوم ويروح راميها كده في الدولاب زي ما تيجي. ده كلام؟ لا غلط. حد يعمل كده في الهدوم؟ يعني الهدوم الجميلة اللي احنا بنشتريها على ذوقنا وبنهتم إن احنا نجيب حاجة حلوة تبقى لايقة علينا، لازم نحافظ عليها، مش خلاص جبناها لبسناها يبقى خلاص نقلعها ونحطها في أي حتة. يعني كمان الدولاب مش نافع. طب أنا أروح فين؟ المطبخ. أخ بس لأ، ده مرة علي كان ماسكني وفتح التلاجة بيشرب. تصوروا؟ تصوروا علي نسي الموبايل جوه التلاجة؟ نسي الموبايل جوه التلاجة. ولما الموبايل رن وقعت عليه كل الأزايز اللي في التلاجة والشاشة اتكسرت والموبايل كان عمال يتألم ويقول آه إيه ده، أنا مش قادر أنا مش قادر. لحد ما مامة علي بتفتح التلاجة ولقت الموبايل، خدته وطبعاً ودته يتصلح. سكت الموبايل شوية وقال أنا عرفت هستخبى فين، في مكان عمر علي هيقدر يلاقيني فيه أبداً 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 أبداً. يا ترى يا موبايل رحت فين؟ ويا ترى علي هيلاقيك ولا لأ؟ مش عارفين. صحي علي من النوم وبدأ يدور على إيه؟ على الموبايل. أنا نسيته فين؟ نسيته فين؟ يبقى على المكتب. رتب علي المكتب، كل حاجة شالها من عليه عشان يلاقي الموبايل. لقى الموبايل؟ لا لا. بس المكتب بقى شكله جميل. طب يمكن أنا نسيته في البنطلون اللي كنت لابسه امبارح. بدأ علي يدور فين؟ في الدولاب. طلع الهدوم وبدأ تاني يدور فيها ويحطها بنظام عشان ممكن لو حطها كده من غير ترتيب يبقى الموبايل جوه حاجة وهو مش شايفها. صح. الدولاب بقى شكله إيه؟ مم. حلو. نضيف. لقى الموبايل؟ لا، ملقيش الموبايل. راح المطبخ. طب أروح فين؟ أروح فين؟ آه أنا امبارح كنت في النادي، يبقى أنا نسيته مع صاحبي في النادي. جري بسرعة علي وراح النادي، بس راح بدري وفضل قاعد مستني صاحبه. طبعا صاحبه أحمد بيلعب رياضة، بيروح صالة الألعاب الرياضية كل يوم، لازم يمارس الرياضة عشان يبقى نشيط. مين بقى فينا بيلعب رياضة؟ أنا. أيوة كده، الرياضة حلوة مفيدة للجسم، بتخلي عندنا نشاط وبتخلي صحتنا حلوة. فضل علي مستني صاحبه أحمد. مرت ساعة واتنين وهو مش عارف يتصل بأحمد لأن مش معاه موبايل. زهق، طلع على جهاز المشي وفضل يلعب، عايز بس كده يتسلى. شوية 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 بدأ يجري، بدأ يجري. دخل أحمد قال له الله علي أنت هنا يا علي، أنا معرفش أنك بقيت تلعب رياضة، حاجة جميلة جدا. قال له لأ أنا كنت مستنيك، أنا بس زهقت فقلت أطلع شوية على جهاز الجري عشان إيه يعني لحد ما أنت تيجي. الموبايل معاك؟ قال له لأ. قال له يعني أنا ما نسيتوش معاك؟ قال له لأ. قال له ما راح فين؟ قال له أنت بعد ما كنت في النادي قلت إنك رايح مع بابا وماما عشان تتغدى عند جده. علي قال يبقى أنا نسيت الموبايل عند جده، لازم حالاً أروح لجده. خرج علي من النادي ومشي في الشارع، بس لاحظ حاجة غريبة قوي يا أصحابي. لاحظ إنه ماشي نشيط، مش تعبان، مش بينهك زي كل مرة، ماشي مبسوط. ليه بقى كان ماشي مبسوط؟ عشان بيلعب رياضة. عشان كان بيلعب رياضة في النادي. وصل علي بسرعة عند جده، فتح جده الباب لقى علي. الله علي
المفاجأة الحلوة دي؟ أنت جاي تزورني؟ أول مرة يا علي تيجي تزورني لوحدك، وأجمل حاجة مش في إيديك الموبايل اللي كل ما تيجي تزورني ماسكه وطول الوقت بتبص فيه. يعني معقولة لما نروح نزور أي حد من قرايبنا أو أصحابنا أو تيتا أو جده نقعد وإحنا ماسكين الموبايل معاهم؟ لا، نقعد مع جده وتيتا. ينفع كده؟ مش ممكن، إحنا رايحين عشان نتكلم معاهم، نشوفهم، يشوفونا، نطمن عليهم، يبقى لازم نتكلم معاهم، لكن نروح ونفضل قاعدين ماسكين الموبايل يبقى كأننا ما رحناش ولا إيه؟ كأننا قاعدين بالبيت. جده فرح قوي إن علي جاله وقال له: كويس إنك مش معاك الموبايل، لكن علي رد وقال له إيه؟ ما أنا جاي أدور على الموبايل يا جده. طيب يا علي تعالى. دخل علي عند جده، وجده كان بيحضر حاجة عشان يتغدى. قال له: تيجي تساعدني يا علي؟ قال له: حاضر، أساعدك زي بعضه. وقف مع جده وحضروا الأكل واتغدوا سوا. وبعد الغدا علي قال له: هي جده، مش هندور بقى على الموبايل؟ جده قال له: لا، حالا هندور عليه. احنا كنا قاعدين فين؟ قال له: حضرتك كنت قاعد امبارح مع بابا في أوضة المكتب وبتتكلموا وبيفرجك على حاجات وبتفرجوا على كتب، يبقى انا نسيته في أوضة المكتب. دخل جده أوضة المكتب وبدا يدور في المكتبه، وفجاه طلع حاجه جميله قوي. عارفين طلع ايه؟ طلع ألبوم الصور بتاع علي وهو صغير. قال له: بص يا علي، دي صورتك وانت صغير. قال له: ايه ده؟ معقولة انا كان شكلي كده؟ قال له: اه. اوريك كمان حاجة حلوة قوي انا محتفظ بيها؟ قال له: ايه يا جدو؟ قال له: اول جواب كتبته لي: بحبك يا جدو علي. قال له: ايه ده؟ بس ده انا خطي كان وحش قوي، انت عرفت تقراه ازاي؟ قال له: انا قريته بقلبي قبل ما عيني تقراه، لاني بحبك. يا جدو، ده انت محتفظ بحاجات قديمه قوي. طيب ودي ايه كمان؟ قال له: دي صور عيد ميلادك وانت عندك 4 سنين. ياه، شفت كان عيد ميلادك جميل ازاي، وكل القرايب والاصحاب كانت موجوده. قال لهم: طب وحضرتك جبت لي ايه يا جدو بقى في عيد ميلادي؟ جبت لي ايه يا جدو؟ قال له: جبت لك قصه. قال له: قصه؟ قصه ايه؟ قال له: قصه علي بابا والأربعين حرام. جبت لك القصه دي بالذات؟ طب ليه جاب له القصة دي؟ مين فيكوا بقى يقول؟ علشان عايز يقراها عشان ما يمسكش الموبايل تاني ويفضل مركز. القصة اسمها ايه؟ علي بابا ولا ايه؟ وصاحبنا اسمه ايه؟ علي. جده جاب القصة لعلي عشان اسمها على اسمه. علي قال: ده معقولة في قصة اسمها على اسمي؟ قال له: دي قصة قديمة جدا ومعروفة جدا. قال له: اه، طب ما تحكيها لي بقى يا جده. جده قال له: لا، أنا جبتها لك وأنت صغير وحكيتها لك، أنت دلوقتي كبرت يا علي، أنت اللي تقرأ القصة وتيجي تحكيها لي المرة الجاية. قال له: أنا مش عارف هي فين. قال له: خلاص بقى دور عليها. اليوم عدى وعلي دور على الموبايل عند جده، لقاه؟ لا، ملقاهوش، بس لازم يروح. رجع علي البيت وهو زهقان ومش عارف يعمل إيه. عمل حاجات كتير النهاردة، دور على الموبايل ملقاهوش، بس عمل حاجات تانية، رتب المكتب ورتب الدولاب ولعب رياضة وزار جده. سكت كده وحكى لمامته كل اللي حصل وقال لها: ماما، فين القصة اللي جده جابها؟ قالت له: القصة موجودة في المكتبة اللي أنا عملتها لك واشتريت لك فيها قصص، بس للأسف يا علي أنت طول الوقت ماسك وعمرك ما فكرت تقرأ قصة. إحنا لازم نقرأ، حتى لو بنلعب على الموبايل لازم برضو يبقى فيه وقت كل يوم نقرأ فيه قصة، لأن القصص جميلة بتسلينا وبتخلينا نعرف حاجات كتير وبتعلمنا كمان حاجات أكتر. دخل علي أوضة المكتب يدور على إيه بقى؟ القصة، قصة علي بابا. قعد يدور 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 يدور، وبعدين قال: الله، القصة، فين القصة؟ أهي القصة، علي بابا. أيوة، علي بابا والأربعين. لسه علي بيقرأ بقيت عنوان القصة ولقى مين اللي كان جوه القصة؟ مين؟ الموبايل. إيه ده؟ أنت هنا؟ قال له: أنا هنا يا علي، كان نفسي تلاقيني. قال له: أنا عملت حاجات كتير قوي النهاردة عشان أدور عليك. قال له: وأنت بتدور عليا لقيت حاجات كتير أحسن مني. دلوقتي بقى بسرعة تحطني في الشحن، لأن أنا خلاص يا علي، خلاص مش قادرة أتكلم ولا أتنفس حتى. علي حط الموبايل في الشحن وبدأ يقرأ إيه؟ القصة. لقاها قصة جميلة جداً ومسلية جداً. إزاي أنا قبل كده ما كنتش بقرأ القصص اللي في المكتبة دي؟ القصة دي جميلة قوي، وفعلاً اتبسطت وأنا بقراها كأني بتفرج على فيلم من أفلام الكرتون. علي بعد ما خلص القصة
بدأ يبص على القصص التانية وبدأ يفكر ويقول النهاردة أنا عملت حاجات حلوة كتير، وآخرة الحاجات الحلوة اللي عملتها إني كمان عرفت إن القصص مهمة قوي، ولما قريت القصة اللي جده جابها فعلاً اتبسطت. الموبايل خلص شحن ورجع تاني علي جابه، والموبايل قال له أنا مبسوط منك قوي يا علي، صحيح كنت زعلان منك في الأول لكن حاسس إن أنت عملت حاجات حلوة وهتحافظ عليها وتعملها على طول. أول حاجة تظبط الموبايل كل يوم على ميعاد تلعب فيه رياضة، تاني حاجة هترتب أوضتك، هترتب أوضتك زي ما رتبتها وانت بتدور عليا ولقيت ان شكلها بقى أحلى. تالت حاجة وأهم حاجة هتزور كل أسبوع جده، ولما تزور جده لازم تحكي له قصة من قصص المكتبة. علي اتبسط وقال فعلاً كل دي حاجات مهمة، بس يعني مش هنلعب سوا؟ رد الموبايل قال له لا هنلعب سوا وهنعمل ألعاب جميلة سوا وهنسمع موسيقى جميلة سوا، بس عمرنا ما هنرجع نلعب الألعاب الخطر اللي انت كنت بتلعبها، ولا الموسيقى العالية اللي كانت بتوجع وداني وأكيد بتوجعك انت كمان يا علي. سكت علي وقال له معك حق، خلاص من النهاردة أنا هعمل كل الحاجات دي. الموبايل قال له من النهاردة أنت يا علي صديق الذكي، مش أنا بس اللي صديقك الذكي، إحنا الاثنين مش هنسيب بعض، وإحنا الاثنين هنفضل دايماً مع بعض طول ما أنت بتعمل الحاجات اللي تخليك صديقي الذكي. أصحابي دي كانت قصتنا النهاردة، علي وصديقه الذكي، وعرفنا في الآخر مين هو الذكي اللي كان في القصة. أنا عايز أعرف بقى مين فيكو بيعمل زي علي، أو مين فيكو كان زي علي في أول القصة ودلوقتي بقى زي علي في آخر القصة؟ إحنا كلكو؟ طيب إيه اللي عجبنا في قصة النهاردة؟ إنه هو رتب قطه وبقى منظم وعمل نشاط في النادي ورتب الدولاب ورتب ورتب المكتبة، وإنه هو فضل يطور من نفسه ويعمل حاجات حلوة، هو اللي بيقرأ قصص حلو قوي. إحنا هنعمل زي علي؟ طبعاً. في أول القصة ولا في آخرها؟ في أولها وآخرها. لا أولها لا، مش عايزين نعمل زي علي في أولها والموبايل يهرب مننا، إحنا عايزين آخر. عايزين نبقى زي علي في آخر القصة، عمل حاجات حلوة كتير نحافظ عليها ونعملها، وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سمحة.